الديار المصرية، أهلا بسيادتك دايما معانا، وقد شرفت هذا المعرض الكبير الذي هو له دلالة خاصة عند سيادتك. أهلا وسهلا بكم. ما هي الدلالة فضيلة المفتي على هذا المعرض الذي يؤكد على قيمة الإسلام السمح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دلالته كبيرة، دلالة نقطة مضيئة للالتقاء بين الشرق والغرب، بين النمسا ومصر، بين دار الكتب الوطنية في النمسا في فيينا، وبين دار الكتب المصرية الدار الوطنية في القاهرة. دلالته كبيرة في العلاقة التي كشفها هذا المعرض عرضا بين المسلمين والمسيحيين في القرن الأول. دلالته كبيرة في ذلك المنهج العلمي المتخذ في قراءة مثل هذه المستندات، الذي يحتاج إلى نمرة واحد أن نعمل في روح الفريق، 50 عالم جلسوا على هذه المستندات من أجل ترجمتها من العربي إلى العربي، من الخط القديم ومن الأسلوب القديم إلى أسلوب حديث يستطيع القارئ العربي الآن الحديث أن يقرأه. دلالته كبيرة في المثابرة والديمومة على العمل وعدم الاستهانة بالقليل من المجهودات، وأيضا دلالته كبيرة في التراكم المعرفي الذي في النهاية وصلنا إلى هذا. أما النتائج فهي الكشف عن الحالة الاجتماعية في مصر، الكشف عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في القرن الأول في مصر وأوروبا. فضيلة المفتي، في مصر وأوروبا في توقيت كل الوحيد. هذه المستندات إنما هي مستندات عربية مصرية في القرن الأول، ولكن قامت بها مكتبة فيينا، وهذا يدل على أن العلم يتعدى الحدود ويتعدى الديانات ويتعدى الحضارات، وأن العلاقة بين الحضارات ينبغي أن تكون هي التفاهم والمشاركة والتعاون، وأن نعمل معا في روح الفريق وليس الصدام الحضارات. هذا المعرض يدل بطريقة عملية بسيطة ولكنها عميقة على أنه صدام الحضارات مسألة خرافية، وأننا عبر التاريخ ينبغي أن نهتم بتلاقح الحضارات باستفادة الحضارات وهكذا، ونحن نطلع على الحالة الاجتماعية من بيع وشراء وزواج وطلاق وكفالة، والمسلم الذي يستلف من المسيحي والمسيحي الذي يضمن المسلم، نعرف وتتكشف لنا ما نحن فيه الآن من نسيج الوحدة الوطنية الذي بهر العالم، وعدم قدرة كل هذه الأحداث المفتعلة أو الأحداث التي تأتي من غباوة أو من تعصبات أو من جهالة في هدم هذه الوحدة الوطنية. كيف هذا؟ وأصلا المسلم لا يطيق المسلم في بعض البلاد والمسيحي لا يطيق المسيحي في بعضها الآخر، كيف هذا؟ ما هذه المصرية المتغلغلة؟ ينبئنا هذا المعرض بمثل هذه الإجابات عند التأمل. نحن نريد من مثل هذه المعارض أن تحفز أبنائنا على العمل، تحفز أبنائنا على البحث العلمي، تحفز أبنائنا على الانفتاح على الحضارات الأخرى والاستفادة منها. وليس إلا فقط هذا الكلام، إنما نريد أن تكون رسولا في كل أنحاء أوروبا وكل المشككين في سماحة الإسلام. هذه تأتي كأنها من عند الله، لأن هذه شهادة ليست من عندنا ولا من حولنا وقوتنا، وإنما هي شهادة بريئة لكنها قوية وعميقة، لتشهد على تاريخ هذا الأمر وكيف كان المسلمون وكيف هم الآن ومن هم الجمهور العريض لهم. ولذلك نحن دائما نقول لا بد عليكم أيها العالم كله غرب وشرق أن تضعوا أيديكم مع الوسطية، أن تضعوا أيديكم مع جمهور المسلمين، أن تضعوا أيديكم مع الإسلام في حقائقه ومصادره، لا أن تضعوا أيديكم مع مجموعة ضلت فأضلت وانحرفت فانجرفت. لا بد عليكم أن تعلموا أننا في جو محتاج إلى، ونحن في التغيير مثلا، إلى أن يكون التغيير نابعا لا تابعا، نابع من هذا الذي ترونه والذي اكتشفتموه وكأنه اكتشاف جديد ولكنه في الحقيقة ترجمة للحاضر وعمل للمستقبل. فضيلة المفتي، أخيرا الرسالة التي تود أن ترسلها لمن يعنيه الأمر في كل أنحاء العالم بتوقيع فضيلة المفتي الدكتور علي الجمعة مفتي الديار المصرية.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. هذا الكلام ليس قاصرا على ابناء الاسلام انما لكل العالم. وقل اعملوا كل الناس في المطلق. في المطلق. الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب رئيس هيئة دار الكتب والوثائق القومية، أهلا بسيادتك دايما معنا من خلال قناة تلفا. أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ دكتور محمد. هذا المعرض له دلالة خاصة وله قيمة تاريخية وإسلامية، نعرض لها للسادة المشاهدين سريعا. هذا المعرض هو عبارة عن نماذج من مقتنيات المخطوطات البرديات العربية المودعة في المكتبة النمساوية والمكتبة القومية النمساوية ودار الكتب المصرية. يعني ما فيش سبق إصرار على اختيار موضوعات بذاتها، وإنما اختارنا نماذج من هذه البرديات وهم اختاروا نماذج وبنعرضها. المعنى المقروء من كل هذه النماذج خطابات يا دكتور محمد عبارة عن معنى المقروء من كل هذه الرسالة الواسعة من كل هذه النماذج. كيف كان الإسلام عظيما، كيف كان الإسلام سمحا، كيف كان الإسلام، يعني كيف بدأ الإسلام من حيث انتهى الحضارات التي سبقته، سواء كانت حضارة مصرية أو حتى يعني مجمل الحضارات المصرية القديمة. لا تعبر هذه النماذج عن نتاج يعني مبتصر من النماذج من الواقع الاجتماعي والواقع الثقافي لحياة المصريين، سواء كانوا مسلمين من دخلوا منهم في الإسلام أو العرب القادمين إلى مصر أو من بقوا على ديانتهم من النصارى واليهود أو المسيحيين واليهود. القراءة المهمة جدا أنه كان في حالة من حالات التعايش الرائع جدا، تقرأ ذلك في البيع، في الشراء، في الرهن، في العتق، في المقايضة، في المناسبات، في الأعياد المختلفة. تقدم كل هذه المقتنيات يعني معنى واسع جدا، يمكن قراءته من يعني مداخل كثيرة جدا، لكن القراءة الرئيسية أن الإسلام كان عظيما وأن الإسلام كان متسامحا، وأن يعني ما يحدث للأسف الشديد من قراءات مبتصرة وقراءات ضيقة ونصوص مختارة لا تعبر عن سماحة هذا الدين الحنيف وافتراءات مختلفة. نعم، دكتور محمد. وهذه النماذج كلها من القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني، حيث كان الإسلام يعني مازال بفطرته وبمعناه الإنساني وبمعناه الاجتماعي وبمعناه الثقافي. دكتور محمد صابر، سيادتك رئيس الهيئة، وهذا المكان المتميز الذي يعطي ثقافة وعلما، نريد أن يكون مكانا مفتوحا لكل من يريد أن يتعرف على هذه القراءات. مفتوح يعني لك أن توجه دعوة عامة لكل من يريد أن يزور الدار، مفتوحة كل يوم من 9 صباحا إلى 5، وفي الصيف المواعيد هتبقى 8، مفتوحة لكل المصريين بكل أعمارهم، للأجانب، لكل من يريد أن يعرف وظيفة دار الكتب القديمة في الجديدة في باب الخلق. تمام. الدكتور محمد صابر، هذه هي البداية الطيبة لسيادتك من خلال هذا المجال، لكن نقول الخطوات الباقية لتعريف الناس كلها والعالم كله بحقيقة الإسلام السبح. يعني كل الجهات يجب أن تتعاون في ذلك، التعليم، الثقافة، الإعلام، الفرد، الإنسان دوره وبعدين الإسلام. الوثائق القومية من خلال هذا الافتتاح الكبير لفضيلة المفتي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية والسفير النمساوي بالقاهرة والدكتور محمد صابر عرب. شكرا لكم، ونلتقي معكم في لقاء قادم إن شاء الله.